طيب انت كان ايه رأيك عموما في الثلاث مباريات اللي فاتوا لا من انا شايف نيجيريا ان للسودان؟ لا احنا خدناها تدريجيا شويه. النيجيريا كنت ضعيف جدا، ولكن انت ما كنتش على قد مسؤوليه في التشكيل. يعني كارلوس كروس غلط في التشكيل شويه، وكان لازم يعدل في اول 30 دقيقه. ان انت كان عندك الجهه اليسرى اللي كان فيها، او الجهه اليمنى اللي كان فيها اكرم توفيق، كان المفروض ان انت تعمل تغيير وتقفل الجهه دي، لان كانت يعتبر قوه منتخب نيجيريا منها. طبعا تكابر وما قفلهاش، او ساب الماتش يمشي زي. طبعا اصابه اكرم توفيق، نزلت البديل، ما كانتش قويه جدا. فده انت ما تدركتش الماتش وما تدركتش اخطائك وما صححتهاش، فدي كانت اول ماتش وخسرته. بدات تكسب في الماتش الثاني والماتش الثالث، ولكن بالحلول الفرديه. انت شفت ان انت ما قدرتش ان انت تبدا الجمهور يكون عنده الثقه الكامله ان الاداء حلو او الاداء يكون كويس. بالعكس، احنا جبنا كارلوس كويس عشان نشوف الاداء كويس، مش نشوف النتائج. لا، احنا كنا نتائجنا كويس، ولكن احنا مستنيين الاداء، وده اللي بيلعب عليه الجمهور المصري، ان احنا مستنيين الماتش كوت ديفوار عشان نشوف طيب الاداء انت هيبقى كنت لسه بتقول ان في تدرج في الاداء من نيجيريا للسودان، شايف بقى اني مع كوت ديفوار ممكن الاداء يتحسن اكتر ويبقى افضل؟ انا شايفها سلاح ذو حدين. يا اما انت تكمل في البطوله بشكل قوي جدا وتبقى انطلاقه للمنتخب المصري ان انت تتاهل للدور النصف النهائي والدور النهائي للبطوله، يا اما انت هتخرج وهتبدا الحسابات تختلف جدا، لان انت عندك قرعه التصنيف بتاع المباراه الفاصله لنهائيات كاس العالم خلال يومين او 3 ايام بكتير، فانت هتلاعب تصنيف عالي جدا. فلازم كارلوس كروش لازم يظهر للناس ان احنا اقوياء، لازم يظهر للناس ان منتخبنا قوي. وده لو انت لا قدر الله خرجته باداء مش كويس، هتبدا التقولات او الاراء كلها تقول ان لازم كارلوس كروش يمشي، لازم التغيير دلوقتي، لازم كل الاختلافات دي ما يبقاش طب متواجد. وده يظهره ازاي من وجهة نظرك؟ لازم دلوقتي يهيئ اللعيبه، يبقى في اجتماعات باستمرار، التدريب يكون في جمل تكتيكيه يحفظوها من دلوقتي، ينفذوها على ارض الملعب يوم الاربع، يكون في تفاهم بين اللعيبه والتجانس ما بينهم على ارض الملعب في التدريبات، عمل تقسيمات قويه. ده كله لازم يظهر، لان انت كمان عندك كويس ان في فتره انت عندك حوالي 4 او 5 ايام، يعني لعيبتك راحت، بيبقى في راحه، سافرت، هتبدا تعمل تدريبات قويه وتظهر بقى ان انت خلاص شيل من عليهم الضغط خالص وخليهم يلعبوا باريحيه. طب ازاي يشيل الضغط من عليهم؟ اجتماعات، الاجتماعات اللعيبه الكبار، يعني عندك محمد صلاح، عمرو السوليه، محمد الشناوي، لازم يقعدوا على طول على الترابيزه، عبد الله السعيد، لازم كده. احنا يا جدعان عندنا ماتش كويس جدا، مهم جدا ان احنا لازم نأدي بشكل كويس، لازم نشيل كل التضارب ما بيننا وما بين بعض، احنا لازم نظهر ان احنا منتخب مصر، نلعب باسمنا. انتوا مش جايين ضيف شرف في البطوله، بالعكس انتوا هتلعبوا منتخب كبير كوت ديفوار، فلازم ده يظهر في التدريبات والتجانس ما بينهم وهم يكلموا بعض مع بعض في الملعب. ده ظهر في الماتشات اللي فاتت، تحس ان اللعيبه مش بتكلم بعض، مش بيتواصلوا مع بس بعض في الملعب. دور صلاح يعني، ما هو دور صلاح، صلاح مش اللعيب، يعني ده النجم بتاع الفرقه، ده قوي، بس مش محمد اللي مش هيوظف. يعني محمد صلاح مش هيوظف اللعيبه في الملعب، مش هيقول له خلي بالك من هنا، خلي بالك من هنا، خلي بالك من هنا. ده طبعا ده بيبقى دور قوي جدا، وده لازم يكون في كذا قائد في الملعب. يعني محمد صلاح في خط الوسط مثلا، لو عمرو السوليه مين متواجد، اللي ممكن يقول الدور ده حجازي من مثلا. اللعيبه؟ حجازي انا شايف ان احمد حجازي من اللعيبه الاقويه جدا، من اللعيبه الكويسه جدا، اللي هو قادر ان هو يوظف اللعيبه بشكل كويس ويقدر يوزعهم ويتكلم معاهم طول الماتش.